السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. جوهرة عبار وافي ما كتبينش باش يترونسبارون اوريجينال. السقلي ديالها حر، الثمن ديالها غيكون واحد الثمن جد مناسب. الثمن ديالها 250 درهم، ولكن ضروري خصك تجمجمي وتبارطاجي وتخلي التعليق اختي. بالنسبه للوينات ما نقدرش نجبد هادشي اللي كاين في البواطه كامل، يعني غير تواصلوا مع الدراري، راه عندهم تصاور واضحين وباينين وهما غادي يصيفطوا لكم اللوينات اختي. ها هما لوين السكفل، وكاين لو شوا، يعني عندك فاش تختار اختي. راه برا بغيتي تقدمي هدايا لشي واحد عزيز عليك، لمامك لخالتك لاي واحد كيتسالك العار، بغيتي تحيدي عليك العار اختي، ها هي اثواب رميساء جابت لكم البواطه. جابت لكم تال بواطا كادو، تال بواطا سي محمد، تال بواطا كادو سي. يلا ماشي مشكل، خرجات من الفم اخويا. هي هذيك، هذا البلون كاسي، هذا القصيبي اخويا العالمي. الوينات يعني راه مازال غادي نوريكم الوينات، باقي الخير موجود. ها هي هذا هو الوين ديالها كما كتشوفوا، هذا خضر مناكي، هذا مسكي، هذا الشيبي، ها هو هذا الشيء بحال الخزي بارد، هذا الموف، هاهو موف بارد تاهويا، هذا البلوسيال بارد، شوفت أنا الحديد هذا كيفاش داير، هاد النيود هذا اللون طوب، هاد القصيبي بارد تاهويا بحال لون خوشفي، هذا لون خزامي، هذا خزامي مغلوق تاهو. هاهو الثمن ديالها راه كيما كنقول لكم 250 درهم، توصل في كازا 400 دريال 20 درهم، خارج كازا 50 درهم، حتى كتوصلك الأمانة ديالك عاد كتخلصي أختي. اللي باغا تجي عندنا المحل، حنا كاينين في شارع افغانستان الحي الحسني حدا الباب ديال الجامع. هذه راه فيها يعني ان شاء الله فيها الكميه الكافيه، ان شاء الله كلشي غيستافد وكلشي غادي يشري مع الاثواب رميساء بالصحه والراحه، وتلبسوا وتعاودوا ان شاء الله.